قالوا إن امرأة ذهبت إلى رجل وقالت أريد أن أكسب قلب زوجي، أي أن أجبره حتى يحبني. فقال لها: هذا الأمر يحتاج إلى 3 شعرات من شارب الذئب. ففكرت في نفسها: كيف يمكنها أن تصيد ذئبا وتقلع شاربه؟ فذهبت إلى خربة، وكانت هنالك ذئبة قد ولدت مجموعة من الصغار، فبدأت تطعمهم وتستأنس بهم وتكسب صداقة الذئاب الصغار. حينما كبرت الذئاب استطاعت أن تقلع 3 شعرات من شارب واحدة منها. ذهبت إلى الرجل، قالت: هك الشعرات التي طلبتها. قال: ما الذي فعلت؟ قالت: اهتميت بصغار الذئاب حتى إذا كبرت استطعت أن أخذ هذه الشعرات. فقال لها: أنت القادرة على أن تكسبي ود الذئاب، ألا تستطيعين أن تفعلي ذلك مع زوجك يا هذه؟ والسلام.